أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن اجتماع دول جوار ليبيا يمثل فرصة لتجاوز العقبات التي تعيق تنفيذ الاستحقاقات في ليبيا. وخلال كلمته أمام الاجتماع شدد أبو الغيط على أن خروج القوات الأجنبية يعد مبدأ أساسيا توافقت عليه القوى الإقليمية والدولية، وأن مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة يجب أن يتم بمراعاة مصالح دول الجوار. إن خروج القوات الأجنبية وهو مبدأ أساسي توافقت عليه القوى الدولية والإقليمية في مسار برلين بكافة مراحله، ينبغي أن يتم بمراعاة كاملة لمصالح واعتبارات أمن دول الجوار، والتي هي بلا شك تتأثر بما يجري في ليبيا، سواء فيما يتعلق باعتبارات أمن الحدود المعروفة أو عمليات الهجرة غير الشرعية بكل ما يرتبط بها ومعها من تأثيرات سلبية هنا وهناك.